طب وده دلوقتي اعضاء الحزب الوطني المنحل زي ما قلنا في منهم عملوا اوريدي كذا فعليا كذا حزب سياسي، يمكن 6 أو 8 أحزاب ايوه سياسيه. ايوه طبعا هم دلوقتي بداوا مرشحين نفسهم كافراد، بس كمان احنا لسه منتظرين لما ينزلوا القوائم النسبيه بتاعتهم يعني بالتبعيه. فهل ده معناه انه لو قانون الغدر لم يفعل احنا كده خلاص مجلس الشعب الفتره اللي جايه اولا نقول احنا حاليا يا عيني على الولد؟ ابتدينا ترشيح قانون الغدر لم يفعل، صحيح، هم هينزلوا افراد وهينزلوا قوائم قانونا كمان ينزلوا طبعا. قوائم، لان في حزب وافقت عليه لجنه الاحزاب، ما اقدرش بقى اقول فلول ولا مش فلول، ده حزب زي كل الاحزاب، ولسه في احزاب تانية في السكة يعني. هينزل قوائم. هنا بقى اذا القانون الغدر او غير الغدر او العزل السياسي ايا صدر، كان اسمه يعني. هو صدر ولكن كيف يتم تفعيله؟ أولا القانون محدد أن الدعوة ستكون من قبل النيابة العامة صحيح، مش من الأشخاص، يعني ما أروحش أنا ولا أنت نقول، فإذا رفعت الدعوة النيابة، إذا ما ينفعش شخص يروح ضد لا شخص. النيابة اللي إذا رفعت النيابة هذه الدعوة في مواجهة شخص معين وحكم القضاء أنه من الفلول أو أساء الحياة السياسية، ده موضوع، إنما في هذا السياق كيف يكون هذا في مواجهة الثلاثة مليون بتوع الحزب الوطني؟ والناس فعلا رشحت بس نفسها هذا السياق برضه على فكرة، أنا بقول حاجة، يعني أنا لست مع هذه الهوجة ضد كل أعضاء الحزب الوطني، لأنه الغالبية الغالبة الكاسحة لكن لا علاقة بالحزب كانت داخلة الوطني مضطردة. سياسيا ولا حزبيا ولا إيديولوجيا ولا تعرف يعني إيه مش حزب وطني، إنما هي كانت مصالح وحزب حاكم بتاع الحكومة. صحيح، حضرتك هترشح نفسك بقى في الانتخابات اللي جاية دي؟ لا طبعا مش هرشح نفسي لسبب، أولا أنا تجربتي الحزبية ممتدة، كنت أحد المشاركين في تأسيس حزب التجمع سنة 76، ومارست يعني حياة حزبية في أكثر من حزب، كنت نائب رئيس حزب وأمين عام مساعد حزب، ولي كتاب اسمه إني أعترف، بسجل فيه تجربتي الحزبية السابقة وبقيم التجربة إنها تجربة فاشلة بالوثائق والوقائع. فاعتزلت العمل الحزبي 2001 ومارس دوري كسياسي مصري وسط منفرد. الجماهير بأساليب كثيرة متعددة. بالمناسبة على فكرة مجلس الشعب ليس هو كل الأساليب السياسية، السياسي صاحب الموقف السياسي، هناك أساليب عدة وسط الجماهير يمارس من خلالها الدور السياسي، طيب، ولكن مجلس الشعب دائما يؤخذ أنه يعني منفعة شخصية. مفهوم ان حضرتك مش هترشح نفسك في لا احزاب. ده بالنسبة للحزب، يعني طيب كفرد. بالنسبة للفردي، أولا أنا في تجربتي مرتين انتخاب ومرة تعيين وحياتي السياسية أكثر من 40 عاما، لم أخذ انتخابات وأفشل ما شاء الله. بالمواصفات الحالية. أنا مش محتاج إن أنا أعرف نفسي أو أقول مرشح سابق، فبالحسابات صعب جدا أن يترشح قبط الآن وينجح، عشان نجيب من الآخر برضه. بجد؟ طبعا هي طبعا القوائم هي الحل الأمثل لتمثيل ما هو حاطين الأطباء، قوائم المفروض ان يبقى وطول فيها عمري قبط. انا طبعا بتمنى هذا، وانا في 84 87 ناجح جوائن وغير ذلك كنت، ولكن المناخ السياسي متغير ومتحرك، ما كان بالامس غير اليوم وغير الغد، الظروف الحاليه التي كانت يجب ان تكون مناسبه اسف مناسبه ومتواكبه مع تمثيل الاقباط وكل الاقليات السياسيه وغير السياسيه، للاسف محيط بهذه الظروف اشياء اللي احنا تكلمنا عنها، طول الانفلات والبطاله والتفتت الحزبي والمناخ الطائفي طيب، والمزبير وغيره، طبعا يبقى لها تاثير. بس خلينا نرجع لجملة حضرتك الأول اللي حضرتك علقت فيها على المناخ الحزبي والعمل الحزبي في مصر بشكل عام. حضرتك مش متوقع إنه المفروض بقى يعني عندنا أمل إنه غير الأحزاب المعمولة على ورق يعني، بس عندنا أمل إنه الحياة الحزبية تنتعش بقى والحزب يبقى بيشتغل بجد وإن يبقى فيه شغل بجد على أرض الواقع يعني؟ ما عندناش أمل في ده يعني؟ حضرتك كده ضيعت لنا الأمل اللي إحنا كنا عايشين عليه. الطبيعي في الأشياء أن يكون هناك أحزاب حقيقية ببرامج حقيقية تعبر عن قطاعات جماهيرية، وأن يكون هناك ارتباط ومصداقية من الجماهير لهذه الأحزاب وبرامجها، غير ذلك لا تكتمل الحياة السياسية ولن يكون هناك ديمقراطية على الإطلاق. كيف يتم هذا؟ عندما يتجرد ما يسمى بالقيادات أو النخبة المتخلفة المحبة لذاتها الفاقدة لحب الوطن، عندما نتخلى عن المصالح الحزبية والسياسية والذاتية الضيقة وننظر العمل الحزبي بأنه
جزء من بناء الوطن وبناء ديمقراطية حقيقية هيتم الكلام ده كله. إنما الجميع يتحدث عن حب مصر ولا علاقة له بمصر. نعملها أغاني، بنعرف نعمل أغاني كويس. كله كله حتى هذه اللحظة. طب مش عارف بعد الثورة العظيمة دي إزاي لم نتغير سلوكنا؟ طب إذا كان مواطن عادي ما وصلتش ثورة وهذا طبيعي، إنما الذين يدعون أنهم صوار وأنهم النخبة، طب أين الثورة؟ أين دوركم في إنجاح الثورة؟ من الأحداث اللي حصلت امبارح أو امبارح يعني هو تأكيد الثقة أو تجديد الثقة في مجلس الوزراء، وده طبعا مجلس أعلى القوات المسلحة أكد وجدد الثقة في مجلس الوزراء. تعليق حضرتك يا علي. يعني إيه الفرق بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى؟ مجلس الوزراء سكرتير المجلس الأعلى، يعني كما أن الظروف الحالية والتورطات والمشاكل التي هي فوق الاحتمال يعني لا تجعل ده تصور، يعني المجلس الأعلى يغامر بأن يغير حكومة خلال شهرين قادمين، فالحكومة الحالية لم تفعل شيء، والحكومة إذا تغيرت لن تفعل شيء، فهذا تحصيل حاصل. أستاذ جمال، ختاما توقعات حضرتك إيه الفترة اللي جاية، أو شايف الدنيا ماشية إزاي؟ وعايزة كمان اهتمام خاص بملف الفتنة الطائفية المشتعل جدا يعني تحديدا. أولا الفتنة الطائفية دخلت على أبواب الخطر الحقيقي وتمثل خطر حقيقي على الوطن، لابد أن نستشعر جميعا هذه الخطورة. أنا مش شغل واحد اثنين ثلاثة، لأن من 30 سنة بنقول أجندة. الآن على النظام أن يطبق القانون، وهذا طبيعي. طبق القانون بمعنى يطبق القانون. على كل مواطن مصري أن يستشعر هذا الخطر ويتحرك من خلال إمكاناته الشخصية لتهدئة الموقف. وهنا أدعو بصراحة يعني في مسرح السلام مسرحية اسمها في إيه يا مصر، بتناقش قضية الفتنة الطائفية في دراما موسيقية استعراضية خطيرة جدا، وعرضت قبل أحداث مزبيرو، وكأنها كانت الفتنة مش وليدة طبعا بتستشعر الخطر. أنا أدعو كل المواطنين أن يشاهدوا هذا العمل مسرح السلام، وأدعو كل المحافظين أن يعرضوا هذا العمل. ده يعني هو طبعا مباشر، إنما على الأقل يعني بيدينا جرعة يعني من خلال التاريخ والنصوص القرآنية والنصوص الإنجيلية بأن احنا فعلا في خطأ وفي خطر في نفس الوقت. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال أسعد عبد الملك المفكر وعضو مجلس الشعب السابق، وأنا أشكرك شكرا عظيما. مرسي لحضرتك، ونهارك سعيد. نهارك أسعد. بكرة أكيد هيبقى عندنا أحداث إيجابية، يعني أنا عندي تفاؤل وهفضل أقول أنه أكيد هيجي لنا يوم، ويوم قريب جدا اللي هو إن شاء الله هيبقى بكرة، يعني ربنا يسهل، هنبقى قاعدين بنتناقش في مجموعة من القرارات والأحداث الإيجابية اللي بتحصل في مصر. يا رب نهاركم سعيد. سعيد الله.